سافر من حالي أنا بهرب من سن لسني بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن لسني غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف طالع عبالي ارجع اشوف هند وحنان بس ما بعرف قد ايه الماما رح ترضى عن هالشي. امي كانت خايفه عليكي من الناس ما بينخاف منهم. هيدا رايك؟ تتذكري كنت عطول قلك اذا نديم كامل هو ابن حليم وامه هند شو ما حكيوا علي ما بصدق ولا كلمه وبعدني عند رايي. يمكن نديم كان ضحية باسم يزبك حاول ياخده على طريق مش طريقه وقال له بعد كمال لا يوقف بوش باسم ويقطع نديم طريق نصب والاحتيال. ما بعرف قديش كلامك فيه من الحقيقة بس هالمرة كمان رح كون صريح معك. يمكن هالحكيم كان عنده ظرف أقوى منه حتى بعد عنك فجأة. كل اللي بطلبه منك ما تظلمي قبل ما تعرفي السبب. أكيد نديم غير لك رأيك لحتى عم تدافع عنه. باسم مات حكي ما بقى يجوز عن الأموات. معك حق باسم مات. يلا بخاطرك عم نصقر. الله معك يا بنتي الله معك. مزبوطين؟ مزبوطين. عوضي عنك وعن خواجة نديم مش هيك؟ أيوة عوضي عني وعن الأستاذ نديم. إيه هيك دفع عنه الأجار والأستاذ نديم وينه مقبور مش عم بلمحه؟ هو صار مدير شركة كبيرة. شركة شو؟ شركة شيل مثلا؟ بدك تقولي لكن هلأ بشوفه عشي ترمبة بنزين عم بيدير النربيش وعبي. قال المدير قال لك هيدا وجه وشفر والشراك. لك يا أم رباح دعيله بالخير حتى يقدر يدفع لك الأجار. ما زال صار مدير شركة رح أدعيله وزيد الأجار عليه. يلا بخاطرك يا فنان بشوفك بأول الشهر. الله معك وما تحرمينا هالشوفة ولو مرة بالشهر. وجهك خير علينا. يخرب بيتك شو كذاب. Thank you.
تأخرت عليك. بسيطة. هلا هيدي يا صاحبة البناية. ايه هيدي يا صاحبة البناية. في شبه كبير بينه وبين بنايتها. بتصدق ما بعرف انه صار اخر الشهر الا بس شوفها بوجهي. هيدي طبيعة الفنانين، حتى الوقت بينسوا. في فنانين الوقت بينساهم، مش هن بينسوا. انا بيهمني ما تخلي الوقت ينساك. انا عايش هلا زمن النسيان بكل ذاكرته. شو بتحبي تشربي، قهوة او شاي؟ بالاول تفضل، هيدي هدية صغيرة مش من قيمتك شوقي بيك. وشو المناسبة؟ لأنك رسمتني مثل ما أنا بشوف حالي هالأيام. ما كان في لزوم تتعذبي. بقدر شوف عليك. ألو بيروت؟ نعم معك البرازيل، تفضل احكي. ألو نعم شو بدك؟ ولو هيك بتحكي مع خيرتك اللي ربتك بدموع عينيها؟ بلا لف ودوران وعواطف مهرية، شو بدك ابتسام؟ بدي هنيك على قتل عمتك. عم تتهميني ولا عم تتهميني بقتلها؟ ولا عم تفترضي هالشي؟ عم بتهمك. ما فيي مع مجرم مثلك افترض. إذا هالشي بيريحك أو بخفف من كرهك لإلي، ما عندي مشكلة تفكري مثل ما بدك. ما في شي بخفف كرهي إلك. أنا بدعي عليك ليل نهار يجي حدا يعمل فيك مثل ما عملت ببنتي. يا ابتسام، يا خالتي، يا حبيبتي، بنتك كانت رح تموت بلا جميلتي. لازم تشكريني إني خلصتها من عذابها بدل ما تدعي علي. بكرة لما رح أقتلك لارا رح تشكرني إني خلصتها من جلادة، من واحد كلب واطي حقير اسمه كمال داوود. خرسي أحسن ما ألحقك على البرازيل ولحقك ببنتك. يا ريت تجي لهون وما تعذبني على لبنان. ناطرة شوفك على أحر من الجمر. اشتقت لك. ليه هالقد مشتاقة تشوفيني؟ عرفت إنه عمتي ماتت ورح أتجوز لارا، شو بدك تشاركينا بالورثة؟ لا، مشتاقة أعرف كيف قتلتها، لأنه مجرم مثلك بدي هو يختار الطريق اللي بدي أقتله فيها. إذا عندي رغبة أقتل حدا بهالدنيا فهو أنت. ما تتخيل قدي حابب أخلص منك أنت كمان. يعني أنت قتلت وردة؟ وردة قتلت حالها، وأنت كمان رح توصل لمرحلة تقتل حالك. خوتة مثلك ما في شي بيردها أنها تنتحر. ما في شي بيردني عنك، للوقت وللمسافة. من وقت ما قتلت بنتي صار بإيدي قرار إعدامك. وشو اللي مأخرك تنفذي؟ بعد عندي شوية رحمة بقلبي لأني ربيتك مثل ولادي، وبدي شوية شجاعة لأقدر أقتل ابني. أنت ربيتي قاتل، وهالقاتل ما رح يرحمك. عال، إذا قدرت توصلي ما تتأخر ورح كون أرحم منك. رح أعطيك فرصة تختار الطريقة يلي بدك يقتلك فيها. أنت وحدة خوتها، ورح أمشي معك بخواتك، وكمان رح أعطيك فرصة تختاري فيها موتك. بدي تقتلني مثل ما قتلت عمتك. خلص خلص بوعدك،
هيك رح تموت. وأنا ناطرة تقلي كيف تحب تودع هالدنيا، وإذا ما قلتلي أنا رح أختار لك أبشع موتي ممكن يفكر فيها إنسان. تفاجأت إنه رسم لي لوحة، وإذا بتطلع فيها بتشوفي كل حزن وعذاب وضياع الأرض. رسمك بإحساس اللحظة يلي شافك فيها بحالتك المأساوية، وفعلا كان على وجهك كل حزن وعذاب وضياع الأرض. عم فكر إذا بده يرسمك بهالوقت بأي حال رح يرسم وجهك؟ رح يرسم ملامح وجه، والتعبير الباقية خطوط لخرايط من الحزن والقهر والعذاب. وأيمتى بدك تحاولي تنسي؟ شو بدك أنسى؟ ضحكة وردة ولا عطفتها وحنانة؟ ولا وجه المشوه ببراد المستشفى؟ من وين بدك بلش النسيان؟ لشوف إذا بقدر أنسى. كل يلي بتمنيه أنه ترجعي للحياة حتى أمك ترتاح. بعرف أنه الأموات ما بيحكوا، بس أنا أكيد أنه وردة عم تحكي بلسانة وبدها تسمعيها. خلص، شو بدك فيي؟ خبريني بعد ما عطيتي الشال كيف كان إحساسك؟ كل اللي بقدر أقوله أنه كان في إحساس، بس ما بعرف شو نوع. المهم كان في إحساس. تفضل. مرحبا أستاذ. إيه والله، عش من شافك. أكيد بوكلك بولاد بموتوا من الجوع. معك حق، وهي أول مرة بتصير معي. أول شي كيفك؟ إن شاء الله بخير. هلأ صرت بخير، بس إذا بسمع منك خبر مش منيح برجع بنتكس. أنا وعدتك بنفس اليوم بجيب لك أخباره، مش هيك؟ هيك على أساس، بس حضرتك صار لك 10 أيام هلأ لشرفت. آخ يا أستاذ، شو بدي خبرك؟ واحد مثل هيدا بدك سنة لجمع أخباره. منيح يلي أخذ 10 أيام معي. عجل خبرني شو طلع معك. نصاب، محتال، نسوانجي، سكرجي، أمرجي، وابن كباريه، واطي حقير وما له صاحب. هودي كلهم بعرفهم وما بيهموني، فضوا الأرقام. أي أرقام؟ مقفلس ما معه ربع، ما عنده ولا شركي ولا تركي، والديون فوق وتحته. والله ما بعرف كيف أناعكني ألبوس وروح معكم. بده مين يقنعك لتطلع معي تشوف هندو بحاليه؟ بشوفنه بغير مناسبة. إذا هدى نعمان حابة تتعرف عليه، يا خيي أنا شو إلي لزوم؟ ولو يا بيك، نحن منكبر فيك وبصحبتك. هلأ صاير لنا نتمتع بحضورك الكريم. بكرة بس تتصالح أنت والبيك الكبير بصير بدنا واسطة لنقول لك مرحبا. ده كان رح تتمتع بحضوري الكريم لوقت طويل. بحبح يا صديقي، بحبح. والله ما حدا عم يتبحبح معك بهالأيام إلا نيلي نعمان، وشالك رفرف بالحارة وعنا اسمي شال. عم تستلمني؟ بلي. على كل حال كله بفضلك، انت هديت الرسمي وهي حبت طريقة الهدية، وانا بهالوقت لا قادر اهدي ولا قادر رد مصايبك. بيقولوا الزواج اسمي ونصيب، ما بعرف ليه انت شايف الحب اسمي ومصايب. لانه شايف شو عم بصير فيك. يلا حاج تحكي. اللي بعد فيي احكي؟ دمرتني بهالجواب. هيدا المغلف في كل شيء عن كمال داوود بالارقام والوسائل. والله هيك اللي خبرتني إيه عنه. هذا مش بس بده مغلف، بده صناديق حيلة. في تقلو بالسوق تشيكات بلا رصيد، ما بعرف كيف كان يرجع يسكرهم. بيسكرهم من تلبيس الطرابيش. فاتح شي 10 شرك وهمية ما إلها وجود، وراهن وساحب من البنوكي مصاري على اسمهم.
حتى بيته من كم يوم رهنه، وفي إشارة علي بالصفحة العقارية. وهلأ بهالقرب رهن بيته؟ من شي 10-15 يوم أو أكتر شوي. عرفت الأمر مين رهنه؟ بعتقد الأمر سعد صابر. على كل حال كله موجود عندك بالمغلف. مش هين يا شقيب، بشرفي مش هين. أنا بأمرك. وأنا بأمرك. مش رح تكون إلا مبسوط. كل خبرية بتعرفها عن هالمحتال دغري بوجهك لعندي. من دون ما تقلي، ما بعرف ليش كرهت هالإنسان من دون ما أعرفه. صفي عجنب لنحكي شوي. بعد ما تعبت من السواقة مطولة المشوار هالمرة. مش طايقة أقعد بالبيت، ولا طايقة أرجع عالشغل، ولا عارفة شو بدي أعمل. شو بدي أقلك؟ خليكي عم بتسوقي، إن شاء الله نوصل على جبل صنين. بس تحسي حالك تعبتي خليني سوق عنك. هيدي أول مرة بجي على هالمنطقة، مش عارفة هالقد طبيعتها حلوة. لبنان كله حلو. إن شاء الله بس ما نضيع الطريق. للا وين رايحين؟ يا أهلا وسهلا شرفتونا. يا أهلا وسهلا بالست هدى وبالبيك. يا أهلا وسهلا فيك، أنا من زمان كنت حابة إجي وأتعرف عليكم. منزيد شرف لما منتعرف على الناس اللي مثل أفضالك. أهلا وسهلا فيك. للحقيقة أنا جاي كرمال المشكلة اللي صارت. أنا مش عارفة كيف بدي أعتذر منك يا خواجة حليم على الأذى يلي سببته لإلك ولنديم. يلي فات مات يا ست هدى، وأفضالك على نديم كتير كبيرة، ومشكلة مثل هالمشكلة مش رح تنسينا. المنيح المنيح ما بينتسى. بالإذن شوي راجع. أهلا بالست هدى. أهلا فيك ست هند. ما فينا نتأهل كتير بالبيك لأنه صار منا وفينا، ولو نحنا ناس معترين وهو بيك. لا يا عمي لا، أنا بيك معتر مثلي مثلكم. يعطيك العافية يا عم. الله يعافيك. إذا بدك بيت الحكيم من هالناحية، آخر بيت بتضيع قدامه في جنينة كبيرة. لا ما بدي بيت الحكيم، بدي بيت حليم كامل. بنديم يعني؟ هيدا ايه بتلفي كمان من هون بوجهك اخر بيت من هالناحية. بشكرك كلك ذوق. بأمري. بعد شوي منعملكم برمة بالضيعة، عنا مناظر حلوة كتير. ما في أحلى من ما لقيكم يا أبو نديم. الله يحفظك ويديمك. قولي لي من الأول إنه جايين لهون. ما كنت جاية، فجأة طلعت بهالقرار. طب قربي شوي لتشوفيهم. جرب شوفهم من هون. هلا قربي شوي حش خايفة، شو إذا شافوك رح يعرفوك. تفضل يا بيك. سلم دياتك يا نديم. عنه طعنه. ما تقولي يا ست هدى أنه تأخرنا بعمل القهوة. هلأ بيوصل نديم ومعه بنت طازة. حق علي، أنا قللت خصيره على الدكان، ما تخزونا. ما كان في لزوم تعذبيه، ولو شو نحن جايين نجربكن. مجيتكن عزيزة وغالية، أنتوا على الراس والعين. يا ميت أهلا وسهلا، حضرتوا حضر واجبكن معكن. تسلمي تسلمي يا ستند. ها هيدا نديم وصل ومعه ضيوف.
معقول يكون حدا من بنات الضيعة؟ تفضلوا يا أهلا وسهلا. أمي دموزيل نيلي بنت الست هدى. مرحبا عمو. مرحبا طنط. أهلا وسهلا بالصبايا. شرفتونا. يا أهلا وسهلا. والدموزيل أنتوا لازم تعرفوا أعطوني دقيقة لأحكي مع ريوة ونديم. الولاد تعودوا كتير على بعض وفرقهم رح يكون صعب. خدي وقتك. ريوة يا أمي جايين ياخدوك لتروحي تشوفي جدك أبو سعيد. كوني عاقلة حبيبتي وعملي مثل ما بيقولوا لك. وقتا نشتاق لك أو تشتاقي لنا منروح منشوفك أو بتجي بتشوفينا. أنا بحبكن وبدي ضل هون، ما بدي أترككن، ما بدي أترك نديم. الماما وردي رح تاخدك وتهتم فيكي وبعدين ترجع بتجي لعنا وبتشوفي نديم. وليه نديم ما بيروح معنا؟ نديم رح يبقى ينترك هون لترجعي. اتفقنا؟ سبحان الخالق، هيدي هي يا ابني. وشخصي أجمل من هيك بكتير. ريتك تقبريني يا بنتي. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنين بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. من حالي أنا بهرب من سن السنين بغمرت. يا حبيبة قلبي كنت خايف يمروا هالعمر وما نشوفك، بس انت عطول بالبال يا بنتي، عطول بالبال. نحن ما نسيناكي ولا مننسى المرحوم اميك. وانا ما نسيتكم، سألت عنكم كتير، طلبت من المختار صقر يدور عليكم، وكنت دايما انطر خبر. ولو من هدى ونالي كان بعدني ناطرة لهلا. المهم انت هلأ معنا وببيتنا، كأنك هلأ عم تكبري قدامنا، كأنه العمر كله صار لحظة. مش مصدقة انك قدامي، مش مصدقة البنت الصغيرة اللي كنت نايمة على ايدي صارت عروس ومثل القمر. من هي وصغيرة يا هند كانت قمر. كنت جمع ملامح وجوهكن بذاكرتي، كان الوقت يمحيه، ولما شفتكن قدامي رجعت لي ذاكرتي ورجع لي الحنان يلي عم شوفه هلأ بعيونكن، وتأكدت انه ذاكرتي كانت احساسي
ما كانت خيالي. أوقات الإنسان بيكون قلبه دليله، بس الأصح إنه عقله دليله، لأنه العقل مركز الإحساس، القلب مركز الحنان. مشان هيك نحن حبيناك بقلبنا وبعقلنا. الله يرحمك يا ست وردة، عرفت حياتك شو عملتي؟ شي بشي بشعر الراس. كتر خير الله انه صحة ايمان وصحة خالتي مجهولة عم يتحسنوا يوم بعد يوم. رحمة الله واسعة يا سمرة. بخيل اسمه بس يتشفق بشبابه. ما راحت على بالشباب. جبتوا الدواء؟ جبنا وزيادة كمان حتى ما ننقطع. يسلموا ايديكم، يلا لحقوا حالكم، الزلم عم ياكله قبل ما الشمح يمسح الطاولة. درتوا شفتوا الأستاذ عماد؟ شفناه وسلم عليك، وإمام بعتت لك هذا المكتوب. لما بتقرأ طمنا إذا في أخبار طيبة. صار يا وردي يا صديق العمر، ما بعرف ليش جيت لهون وما رحت عقبري، لأني مصدق أنك بقيتي هون وبعدك عايش، أكتر ما مصدق أنك صرتي تحت التراب. دعانك يا وردي، الحياة بعدها بتلبق لك. يلي عملوا فيكي كمال داود رح يخوتني. القاتل هلأ ببيتك يا وردي، بده يتجوز بنتك وعينه على سروبتك وتعبك وجنى عمرك انت والمرحوم جوزك. لارا رح تتجوز عدوها يلي حرمها من امها وهي مش عارفة، وبعدها معلقة بوعدها وما بدها تخالف امرك. مش عارف شو بدي اعمل يا وردي، وسكوت عن يلي صار جريمة. اذا فضحت كماله وواجهته بالشر اللي عمله راح يرجع يقتلني ليخفي جريمته. مش خايف على نفسي قد ما خايف اذا صار لي شيء كون لارا الضحية التالتة من بعدي. وهذه كل قصتنا يا بنتي، فلينا هريبي حتى ما يلحقنا شر انور حتى من بعد ما ماتوا. ما كنا عارفين إنه كمال رح يطلع أقطع من بيو. ما توخزينا يا بنتي إنه عم نحكي عن خطيبك أنور، تعدى علينا وصار ابنه كمان ناوي يتعدى علينا. ليه شو صار بينكم وبين كمال؟ من بعد ما خبرني نديم إنه التقى بالمخدر قررت روح على الضيعة وشوفه، وبلا طول تسيري وقفت للسيارة طلعت فيها، ولما وصلنا لقدام بيتنا القديم بسمع الشاب يلي عم بيسوق بيقول لصاحبه هون بيت الناس المسؤولين عن قتل بيي. بوقت عرفت انه هيدا ابن انور، ويوم غير رأيه وما عاد شاف المختار ورجع وقلبه عايده. أنا أكيد إنه كمال ما كان عم يعني كلامه. بلا كان عم يعني كلامه، لأنه طلع بصاحبه وقال له لو ضل نهار بحياتي بدي لاقيهم وآخذ بيطاري.
بغفلة من الزمن وبغيابي قدر يوصل لك وينظر فيكي. ساعديني لأعرف كيف بدي أمنعه ويغدر ببنتي. الهميني لأعرف كيف بدي أقنع لارا تنسى وعدها لإلي. قوليلي كيف بدي لاقي دليل عجريمة ما فيها ولا دليل، والمجرم معروف وساكن ببيت الضحية. كمال تغير كتير، خبرني بصراحة عن كل ماضي، وخبر المرحومة أمي والمختار صقر. ولو ما تأكدنا أنه توبته صادقة ونواياه حسنة، ما كان المختار صقر سعى للصلحة بيناتنا، ولا كانت رغبة الماما وأمنيتها أن اتجوزه. الله يسامح المختار، هيدي أول مرة بيغلط. مش بس المختار غلط، أمك الله يرحمها كانت غلطتها أكبر بكتير. فيك تسأل المختار إذا بعده عند رأيه بكمال داود؟ يا ريت بعد أمك عايشة، لأنه وحدة اللي بتعرف الحقيقة. أي حقيقة نديم؟ حقيقة وردي خليل يلي رافقت ابن خيّة لتحكي بعرس بنتها ورجع بليها. أنت قلت رفقته لتحكي بعرس بنتها، بس نصيبه ما تحضر هالعرس. الماما ماتت قضاء وقدر. كمال كان يحبها كتير وهي كانت تحبه أكتر. حقكم تفكروا إنسان مثل كمال مش ممكن يتغير، بس أنا بأكد لكم العكس. ونحن كمان حقنا نبرهن لك العكس. مش ملاحظة إنه الأستاذ كمال من وقت ما توفت المرحومة ما عاد سألنا ولا سؤال؟ لما واحد مثل هيدا ما يعود يسأل يعني عم بفكر بشي. بيكون عم بفكر أيمتى بده يخلص منا. كم مرة بدي أقلك هالشي؟ هيدا الواطي حطتنا براسه وناطر الفرصة فيش حطنا بشرف. أنا عم فكر غير شي ورح يطلع معي حق. ما فيك تاخذي منه لا حق ولا باطل، وشو ما فكرنا رح يطلعنا بشي نحنا مش حاسبين له حساب. اسمعني ولا تصدقني، هيدا النسناس رح يتركنا بهالبيت جواسيس على لارا. لكان دبر لها شي مصيبة يخلص منا مثل ما خلص من امها. يا خوفي يطلب منا نشاركه بهالمصيبة. خوفك بمحله يا وداد. يا دلي شو بدنا نعمل ساعتها؟ شو فينا نعمل؟ حتى لو جوزت انا وكمال ما حدا بيقدر يمنعني شوفكن، ولا حدا بيقدر يمنعكن تشوفوني. بيتي بيتكن وشو بملك بتملكو. الله يخلي البيت وصحابه، ما بدنا إلا سلامتك. ايه حبيبتي ما بدنا إلا سلامتك ليضل بالنا مرتاح إنك بخير. وقد ما فيك تبعدي ابن أنور داود عنا بيكون أحسن، وهيدا البيت المتواضع تعتبري بيتك. صحيح انت فقدتي ام، بس تذكري انه هون رح يدل ناطرك بي وام. ونحن اهلك ومحبتك ثابته بقلوبنا، وكل يلي منطلبه منك ما تحرمينا من زيارتك وطل علينا كل ما اشتقتينا. وعزيرينا إذا ما قدرنا نرد السيارة والأسباب صارت معروفة. من بعد إيدين أمي ما برتاح إلا بين هالإيدين. ريتك تقبريني يا بنت.
مرحبا يا جماعة، يعطيكم العافية. أهلا. أهلا أستاذ جبران، الله يعافيك، شرفت. كنت عم تلفن لهون ما حدا عم برد، شو الظاهر مخرب التليفون؟ لا منه مخرب، بس يمكن حضرتك اتصلت وأنا برا عم نظف ما سمعت. بسيطة، وين الست؟ فلت من الصبح وبعد لهلأ ما رجعت، تفضل ارتاح، ما بقى إلا توصل. قالوا له أني مرأت، أنا عندي شوية شغل، إذا خلصت بكير برجع بشوفه. يا أهلا بالأستاذ، ليه واقف برا؟ تفضل. غير مرة، كنت جاي شوف لارا شوي، برجع بعدين. بقدر أنا أخدمك بشي؟ لا، ما في شي مهم. ما بعرف ليش بهالوقت بالذات حس إنه باسم يزبك كانت ضحية كمال داود، وما بعرف مين بقية الضحايا يلي سبقوه. ومين الضحايا اللي بعد باسم غير وردة؟ ومين دوره جاي غير لارا؟ وكل ما سقط الضحية تكتب حياتها اسم لضحية جديدة. والسكين واحد واليد زيتها، والدافع معروف والعدالة عمياء، والمجرم حر وطليق. الله يرحمك يا وردة، شو رحت رخيصة؟ سقطت بنهر، شو هالموت يلي ما بتصدق؟ ما في شي صار معنا لحد هلا وبيتصدق، شي مش معقول. المش معقول هو الحقيقة الثابتة بمرحلة كمال داود، ولارا بعدها عم تدافع عنه وبدها تقنعنا انه الديب بيقدر يمشي مع الغنم. انا خايفة عليها. كلنا خايفين عليها. ما كان في لزوم تتخبى ورا هالغدر الخفيف. انت كنت وبتبقى بالنسبة لإلي خي وصديق، الصبي اللي ما غاب ولا دقيقة عن بالي. ليه عملت هيك نديم؟ ليه ضيعت كل هالوقت؟ لو عرفتني على حالك من الأول كان في أشياء كتير ممكن تتغير. أوقات بتغلبنا الظروف اللي عايشينها، نضطر نغيرها، منحاول نكذب لنتجمل، وحتى ما نعترف بحقيقتنا وبعجزنا وبفشلنا منغمض عيوننا ومنفكر بهالطريقة، منبطل نشوف حقيقتنا. الحقيقة ما بتتغير، الناس هي اللي بتتغير، بتغير حقيقتنا. وأنت تغير اسمك، بس أنا شايفك روى، رح ضل شوفك هيك. وأنت نديم يلي بعز قوة الحب يلي كنت حبه لباسم، كنت أنت بيناتنا، كنت السر واللغز وعلامة الاستفهام يلي وراها أنت. كنت مخبى بخيالي وفكري وقلبي. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا
زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف مسا وخريف.